عليكم. انتم كتشوفوا خوت، انا ساكن في الدار 65 عام، 65 عام، وحالتي الله خرجت من السبيطار 13 عام وانا تنتقل على يدي ورجلي، كنت خدام وانا تنتحج على يدي ورجلي. دابا شي شويه لاباس من درت العمليه، دابا رجلي البارح انا بايت في التكش، خرجونا وانا بايت في الشتا ورجلي مراد، وجميع الحلول درتو معاهم. شوف واحد السيد حتى هو مشيت عنده باش غادي كنت جالس في الدار انا مريض خرجت من السبيطار، هو يعيط ليا قال لي جا فلان، قلت له نعم، ماشي هو اللي عيط لي، دار راسو بحال شي واحد من دوك الناس التجار الكبار، قال لي جا فلان راه شي فلوس خليتهم لك عند الكارسون. فعلا مشيت انا عند الكارسون قلت واحد المعلم دوك عطاني ديك البراه، انا جيت لعند ديك البراه وانا لقى فيها الجورنال مقطع بحال الفلوس اللي داروهم ليا في البراه هذا مقدم. قدرها انا كران وزيدون، جيت انا عنده قلت له عافاك راه طاحت لي لاكارت في السبيطار، كان جيني في الكروسه طاحت لي سلسات لي من جيبي، قلت له الله يرجع لك هاك صافي. انا بغيت نصيبوا الوراق ما بقى هذا ما عندكش تقول لي يلاه نصيبوا نديروا خبره، خليني نهضر خليني نهضر نديروا خبره نديروا خبره هذا مسكين من جاري. مشيت عنده مشيت قلت له عطيته الحاله المدنيه وعطيته واحد جوج السكنه في الخلوق والسكنه ديال الدار، هادو كانوا عندي قدام متصابني سكنت الخلق ما بغيت صابني والو، شي شهر وعطيته 100 درهم وما بغاش يصابني والو. في الاخر رجع ليها هو رجع ليها الورق باش البارح مشيت تقيت تما عند هذا شميت وخلاني مليون. دابا هو جا عندي هو قال لك الله عز حوايجك وخرج من ذاك مقدم لي ما عرف واش مكري ولا ما عرف اشنو هو، لان هو تيقلب على الفلوس هذا في انني هذيك وخرجني. وانا سيدي رانا كنت خدام واحد الخدمه ديالي معجوزه، كنت خدام مع سيدنا تيصيفطني للسيليكان دجل ماشي زين، تيصيفطني للكابون ماشي زين، مسافر للجزائر صوبنا وزاره العدل، مسافرنا عاوتاني واحد لافوار ديال المغرب صوبتو للمغرب. خدمتك انت شنو خدمتك شد ديال الباص؟ ها انت ها الحرفه ديالي ها انت تقليل الحياه ها انت صورني تقليل الحياه ها انت صورني انا وحالي تقليل ها انت ها الحرفه ديالي ليش عندي سميع الشنطي هو التصوير، تندير التصوير تندير كل شيء تبارك الله والحمد لله. من مرضات المرضى في نسات لي كانوا عندي 13 نسات لي كانوا عندي كاع خسرتهم على صحتي. الو ودابا بقيت صمبان حتى واحد الناس خرجوني من الدار وليت البارح خرجت ورجليا مريض انت نتحج بهم ونعستي بالزوقة وتنسى تطيح عليا والشتاوة تطيح عليا وفينا هو حنا دابا حنا انا فرد العون في المغرب، عشت في المغرب عشت في المغرب بجميع القصور الملكية انا اللي خدمت فيها، لا في الحبوس ولا في انفا ولا في الرباط ولا في اكادير ولا في مراكش ولا في تطوان ولا في كل شيء زعما القصور خدمت فيها، خدمت عند الناس الكبار في القصر ديال الزعلب في قصر السلام، دخلوا شوفوا داك الشيء صوروه وجيبوا ديك الكتابه كيفاش مكتوبه في وسط هذا بياس بهذا الشيء قاطعوا بوست يعمل شتو داك الشيء الحمد لله راه داك الشيء تشوفوا تمشي نخدم عند الناس في المساكن والله العظيم الا تيذبحوا لي الحواله ماني في الدور، سولوا عليا الدرب كله الدرب كنت نتعامل مع الدرب بين ضعيف معطيه ولكن دابا الغرب الله. ودابا حنا 14 عام 14 عام والدار مهدده للسوق وديما تيجوا ديما مسؤولين تيجوا يطلعوا تيقولوا لنا الدار غير باش نقول لهم ديروا معنا شحال تيقولوا واخا واخا ما ديروا معنا حتى 14 عام كل عامين ثلاث سنين داك الثلاث سنين الاخرى اللي كان داز فيها الفيضان بحال ما هكا جاو عندنا قال لنا غنديروا معاكم غنديروا معاكم ما ديروا معنا حتى شي حاجه. الوعود كذبه دايرين معنا ديما تيفهمتي وتيجي مقدم تيجي القايد واخا ان شاء الله تنمشيو نطلعو عندهم والسيد راه كلشي في راسو فهمتي استاذ. وحنا دابا عاوتاني جاو عندنا قالك خرجوا حنا ما عندنا فين نخرجوا فين نخرجوا حنا جاو عندنا على قفله قالك تخرجوا الدار حنا عندنا فهمتي حنا ما عندنا فين نخرج انا عندي مجوج مرتي صيفطت عند والديها انا ما يمكنش ما عندي فين نخرج عندي داري عندي فيها حوايجي وعندي فيها سلعتي وعندي فيها كلشي انا تنبيعها انا وباب الله تنبيعها في الزنقه فهمتي شحال تكون في القايد هذه الزنقه 67 دار 24 فهمتوا كاين شي نقول لك عاوتاني واحد القضيه استاذ لان دابا حنا دابا قلنا البلاتي نجيبوا يجي الخبره ويجعل الله خير. دابا الخبره حنا ما نديروها شحال هذه هذا السيد اللي معايا جاري مسكين خصنا نديه معايا حتى هو ضروري الوراق شاد من المقدم كان شاد لي الوراق ديالو تنقول لي يلاه اجي تنقول لي يلاه يلاه ها هو تنقول لي يلاه لا تقول لي ما عنديش لاكارت ما عنديش حاله ما داير حاله ما داير عنده شاد لي المقدم كاين هادشي ولا ما كاينش؟ شاد لي المقدم
انت والسات ودابا باقي يلاه خدها هذا ماشي يومين باش خدها هذا المشاكل ونهضر هذا الشيء خدها يومين خدها يلاه خدها هذه يومين باش خدها دابا ان شاء الله على ثلاثه ان شاء الله غنمشيو معاه غنمشيو باش نجيبوا الخبره ان شاء الله نقادوا امورنا ما نخرجوش نقادوا الامور ديالنا حيت ما عندناش فين نخرجوا يلاه واحد المهله بما نشوفوا فين نحطوا حوايجنا وفين نقادوا الامور هذا الشيء اللي كاين هو هذا عاش الملك عاش الملك عاش سيدنا الله يخليه لينا هذا الشيء